يشرفني أن أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد وكل الشعب القطري على هذا اليوم الجميل والرائع الذي كلنا نفتخر فيه أن نكون قطريين. أقدم أسمى التهاني والتبريكات لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد ولجميع الشعب القطري الكريم.